دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة يوم الجمعة الماضي بعد توقيعه لمرسوم رئاسي. إذن بن فليس الذي غاب عن الساحة السياسية منذ سنة 2004 يريد العودة إلى الساحة السياسية من فندق الهيلتون بالعاصمة، أين سيعقد كما قلت ندوة مع صحفيين، حيث من المزمع أن يعلن عن نيته في ترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة كما قلت يومين فقط بعد قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستدعاء الهيئة الناخبة، ويوم فقط بعد إعلان زعيمة حزب العمال لويزا حنون عن ترشح عن مشاركة حزب العمال في الاستحقاقات القادمة. إذن مشاهدينا الآن سننقل لكم الندوة الصحفية لعلي بن فليس، هذه هي الشخصية السياسية التي لحد الآن يعتبر علي بن فليس الاسم الأثقل الذي سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 16 مرشحا للرئاسيات القادمة 16 شخصية أعلنت نيتها الترشح للرئاسيات القادمة في الجزائر. إذن دقائق فقط قبل ربط الاتصال بفندق الهيلتون مشاهدينا كما تتابعون، دقائق قبل خروج علي بن فليس إلى الصحفيين بفندق الهيلتون. كما قلت بن فليس لحد الآن هو الاسم الأثقل الذي سيعلن ترشحه للرئاسيات، ويوم فقط بعد تعيين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للوزير الأول عبد الملك سلال رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية. إذن الجزائر لحد الآن تبحث عن رئيس الثامن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إذن هذا النقل الحي كما قلت لكم من فندق الهيلتون، وكما عودكم تلفزيون النهار دائما مع الحدث ينقل لكم الحدث لحظة بلحظة وقت وقوعه. إذن بن فليس الآن سيدخل إلى القاعة وندوة صحفية بعد سنوات كما قلت من الغياب. بن فليس الذي كان رئيس حكومة سابق وكان كذلك وزيرا للعالم حكومات، وكان كذلك قاضيا وتحصل على ليسانس في الحقوق. إذا على ما أظن علي بن فليس سيدخل الآن إلى القاعة كما تتابعون مشاهدينا. بن فليس يعود إلى الساحة السياسية بعد سنوات من الغياب بعد انهزامه أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسية سنة 2004. بن فليس في ندوة صحفية هو الاسم الأثقل لحد الآن الذي من المزمع أن يعلن عن ترشحه إلى الاستحقاقات الرئاسية القادمة. الجزائر تدخل حمى الانتخابات الرئاسية بعد استدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة. مشاهدينا نترككم تتابعون الندوة الصحفية. إننا عندما نوجد ونوفر منصب عمل في الفلاحة أو الصناعة أو الخدمات فإننا نساهم ولا شك في استقرار بلدنا، ويتبع هذا تنامي الثقة وتحقق الكرامة، وهكذا سنجد أن الكثير من أحلام الجزائريين قد أضحت أملا ممكنا، ونتجه حينئذ إلى سبيل خير في ثناياه كل الطموحات. فعلى الدولة أن تعمل لخدمة هذا الهدف القادر وحده على ضمان التماسك الاجتماعي والتخفيف من اعتماد اقتصادنا على مداخ بشكل مبالغ فيه، ذلك اعتماد يرهن سيادتنا الوطنية ويجعلنا تحت رحمة التقلبات غير المتوقعة وغير المتحكم فيها
لأسعار النفط والغاز. علينا استخلاص الدروس والعبر من تجارب الماضي والانخراط بكل قوة في اقتصاد منتج للسلع والخدمات وتنافسية يشجع فيها ويدعم رأس المال الخاص ومبادراته. إن الكثير من الطابوات تعرقل أداءنا الاقتصادي، لقد حان الوقت لمحاربتها بدون هوادة والاعتماد على الشفافية منهجا نسلكه. يجب أن يكون للدولة نظرة استراتيجية، وأن تثبت الدولة أن لها نظرة واقعية اقتصادية، وعليها أن تكون منظمة صارمة في تسيير الميزانية من دون تبذير ولا بخل، وغاية الأمر هي صرف أمانة المال العام فيما يجب وفيما يفيد تمام الفائدة. وعلى الدولة كذلك، وعلى الدولة أن تشجع وتحمي وأن تظهر الثقة في الإنتاج الوطني فعلا وقولا، كما أن على الدولة القيام بدورها في عملية ضبط التوازنات الكبرى، وأن تركز جهودها في القطاعات الاستراتيجية، وأن تشجع مختلف أنواع التعاون مع الخارج. أنا عازم كل العزم لوضع شروط تقدم اقتصادنا الوطني عبر خلق تآلف بناء يجمع ما بين الطموح المشروع لأمتنا للتطور من جهة، والثقة التامة في الموارد البشرية الوطنية المتميزة، والتسيير العقلاني والشفاف لثرواتنا الطبيعية من جهة أخرى. وليس هناك من سبيل خلاص إلا بوثبة إنتاجية، وهي رهان يتعين على الأمة قاطبة التجند للانخراط فيه والظفر به. هذا هو التحدي الذي ينبغي للجزائر بأسرها أن تنهض لتحقيقه، معشر الحضور الكرام. وأعلم أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يعرفون أفضل السبل لرفع إنتاجنا الوطني. لقد سمعت الكثير منهم وفهمتهم جميعا، وأقول لهم من موقعي هذا لدي برنامج يقترح تلك السبل، بل ويزيد عليها سبل أخرى. وقد قيل إن الدولة الجزائرية بسبب بيروقراطيتها لن تتمكن من رفع هذا التحدي، وسأؤكد لهم جميعا أن هذا ممكن جدا في جزائر الغد التي سنعمل ونتعاون فيها جميعا. أترون أن ذلك صعب المنال؟ والجزائر تزخر بثروة بشرية كلها شباب وشابات وحيوية. حضرات السيدات الأكارم، حضرات السادة الكرماء، هل من المعقول أن يكون لنا طموح في الجزائر ولصالح مواطنينا والتعايش في نفس الوقت مع رشوة ما فاتئت تزداد وتنتشر وتعم، وهي التي عرفت في السنوات العشر الأخيرة مستويات لم تصل إليها قط منذ استقلال بلادنا؟ إننا نقرأ في الصحافة ونسمع ونرى من حولنا أن الرشوة أضحت ظاهرة يومية عمت وتفشت
في البلاد بأسرها، ولم تستثني أي خدمة قاعدية مهما صغرت. والمشكل في واقع الأمر لا يكمن في الرشوة الإدارية، بل في الرشوة السياسية أيضاً، أي تلك الرشوة التي تضمن اللاعقاب وتمس استقلال العدالة وتلحق الأذى بالمال العام، ما للشعب الجزائري بأكمله. لقد بلغت الرشوة في السنة الأخيرة حتى مست بالتوازن الاجتماعي، وبلغت حدا آخر مقلقا يهدد كيان الدولة. ومن باب فعل الذين يمارسون وظيفة عمومية أن يكونوا في تصوري وفي اعتقادي من حيث المبدأ أن يكونوا من حيث المبدأ، ومن باب الواجب المهني وأخلاقيته مثلا يحتذى به. وإني ألتزم أمام الله وأمام الشعب الجزائري بأن أكافح وبشكل مستمر وحازم الأسباب الحقيقية والعميقة لظاهرة الرشوة، وذلك عبر الشفافية في أداء الدولة، وعبر ملاحقة الراشين والمرتشين، وكذا عبر تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة التي هي في كثير من الأحيان سبب ظاهر الرشوة في غالب الأحيان. قلت نعم، أدعو الجزائريين إلى عقد وطني صادق ضد الرشوة، يتمحور عمل أهله حول جملة من الإجراءات تهدف إلى نبذ تدخلات السياسي في سير العدالة، ويجب إعادة تفعيل أو تقوية آليات مراقبة الدولة بشكل واضح وشفاف، لأن الشفافية هامة جدا وأساسية للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية التي تسعى إلى الاستثمار، والتي تطالب باستقرار تشريعي وتفعيل الضمانات التي يمنحها إياها القانون. معشر الحضور الكرام، يجب طي صفحة اللاعقاب وتجسيد مبدأ مساواة الجميع أمام القانون، وأن نقدم حساباً للجزائريين على كل دينار ينفق ويصرف. والعجب أن الرشوة التي نعرفها اليوم ليست إطلاقاً جزءاً من ثقافتنا، لذا فإنها ليست أمراً محتوماً لا مفر منه، بل هي ببساطة جريمة غير أخلاقية مرفوضة اجتماعياً. فيجب إذن عزل المرتشين ومحاربتهم. وبالنسبة لي كما هو بالنسبة للكثير من الجزائريين الآملين في مستقبلهم غير يائسين، فإن مجتمعا جزائريا يكسب رهان مكافحة الرشوة هو أمر ممكن غاية الإمكان. حضرات السيدات والسادة، لقد عاشت بلادنا منذ الاستقلال مراحل أزمات وقلاقل خفت حدتها بفضل الله ثم بفضل أخيار هذا الوطن، ولكن هل نحن مجبرون على تكرار هذه التجارب العنيفة؟ كلما أردنا القيام بخطوة إلى الأمام أو البدء في إصلاحات أو اقتراح تحولات ضرورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما هو الشأن وكما هو الحال في كل الدول التي تريد السير إلى خط التقدم، بالطبع لا، فهذا ليس قدرا محتوما ولا هو مكتوب علينا عيشه،
بل إن هذه الأزمات هي في الواقع درس لنا كي لا نكرر نفس الأخطاء، على الرغم من أن هذا التكرار هو أحيانا وللأسف الشديد الثمن الذي على الدول الحديثة كبلدنا دفعه. ويعلمنا التاريخ، ويعلمنا التاريخ أن الضامن الوحيد لاستقرار الأمم هي الحريات الفردية والجماعية، ورغم ذلك فنحن بعيدون عما تقتضيه متطلبات هذه الحريات. بالنظر إلى ما أقره كل من بيان أول نوفمبر ومؤتمر الصمام اللذين أكدا على وجوب إقرار واحترام الحريات الأساسية، وكيف يقبل على سبيل المثال، كيف يقبل في عصر الاتصال معاناة الجزائر من تأخر غير مبرر؟ بن فليس مباشرة من تلفزيون النهار. شكرا. تعطيوني إشارة باش نبدأ. شكرا جزيلا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أيتها السيدات وأيها السادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أود من خلالكم معشر الضيوف الكرام من عائلة الإعلام الكبيرة آخر قلعة من قلاع التعبير الحر في الجزائر التوجه إلى الشعب الجزائري في وقت تستعد فيه أمتنا لتنظيم انتخابات رئاسية في مرحلة تاريخية ميزتها الاضطراب السياسي وحالة من عدم الاستقرار على حدودنا باتت تشكل تهديدا على أمن بلادنا الوطني. ومن المشروع أن تثير الوضعية السياسية الحالية لدى الجزائريين مخاوفهم حيال السير الطبيعي لمؤسسات الجمهورية، الأمر الذي يؤدي إلى وضع بلادنا أمام مخاطر عدم الاستقرار. معشر الحضور الكرام، لقد خضت طول حياتي كفاحا مبنيا على قناعتي أن دولة العدل هي وحدها كفيلة لضمان السلم وتكافؤ الفرص والمساواة في الحق والواجب ما بين كل الجزائريين. إني أتقدم اليوم مدفوعا بالواجب الوطني، بل وبهذا الواجب المقدس فحسب، أتقدم إلى الأمة بأسرها، ومن خلال هذا الحس النبيل هأنذا أقترح التعاون مع كل الجزائريين والجزائريات لنحقق معا
مشروعا وبرنامجا طموحا وحيوي من أجل الجزائر، فبشرف وتصميم وقناعة وتواضع واطمئنان نفس قررت الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2014. شكرا. أيها السيدات وأيها السادة الكرام، أدعو الجزائريين والجزائريات للوقوف معي اليوم لرفع أهم تحدي في حياتي والمتمثل في رغبتي في خدمتهم وخدمة وطننا، وإني على كامل الاستعداد لإحداث التحولات التي تستحقها أمة عظيمة كالجزائر، والتي أقدم لها اليوم أخلص التزامي وتصوري وتصميمي وخبرتي وطاقتي. لقد علمنا الشهداء الأبرار والمجاهدون الأبطال أن التحولات الكبرى ممكنة إذا نحن الجزائريين عزمنا على تحقيقها بقوة وتصميم متجددان وغير منتهيان. فليسمحونا ويعذروننا إذا لم نكن في مستوى تضحياتهم وآمالهم، أو لأننا فرطنا حينا وآخر في واجب الاعتراف بما قدموه. وليجدوا في هذا المقام أسمى تعبير للاعتراف بالجميل وأخلده، ووعد صادق بأن تضحياتهم لن تضيع سدى. سيداتي سادتي، إن الشعب الجزائري يرفض بكل ما أوتي من قوة الظلم والغبن في الحق، أي الحقرة، لأنها مساس بالكرامة الإنسانية والسبب الرئيسي لتآكل ثقة المواطنين تجاه دولتهم ونظامهم القضائي. والمظالم التي يتعرض لها مواطنون لا تمثل اعتداء على حقوقهم الأساسية فحسب، بل هي خطر حقيقي على استقرار الوطن. فعدم الاعتراف بحق مواطن ما هو مساس بكرامته الإنسانية، وهو كذلك غرس لأسباب الغضب في نفسه، وقد يؤدي هذا للأسف في بعض الحالات إلى العنف. إن بلدنا لا تنقصه القوانين، بل فيه ما يكفي من النصوص، وما ينقص فعلا هو الإرادة السياسية لتطبيقها بكل ما يقتضيه تطبيقها من صرامة وعدل. لذا فإنه من الأهمية بمكان التعجيل وبأقصى سرعة ممكنة بإعادة الثقة المفقودة ما بين العدالة والمواطنين. يجب أن يكون العدل أساس الحكم، لأن العدل على كل حال هو المؤشر الأهم لمستوى الثقة الموجودة بين الدولة والمواطنين، الذين من حقهم الكامل التطلع إلى عدالة راقية، ويجب أن ينطق القاضي بالأحكام وفق ما يمليه عليه ضميره،
حتى يسهم في رد الاعتبار للعدالة روحا وضميرا، مع أننا نعلم أنه يعمل اليوم وفي غالب الوقت في ظروف صعبة. سأسهر على أن يجد كل المواطنون وعلى الأخص أضعف من فينا ضمانات الحماية القضائية، وأن يشعر بالأمان من ظلم الأقوياء. ولهذا السبب سأتخذ القرارات اللازمة لتحرير القاضي من جميع العراقيل كي لا ينقاد إلا إلى ضميره وإلى القانون. وشرط أساسي أيضاً لترقية التوازن ما بين الحقوق والواجبات في مجتمع الحق والواجب. حق وواجب لا ينفصمان ولا ينفصلان أبدا. وبما أن العدالة حق، فهي في نفس الوقت دعامة سلم وسلام. وجب أن لا يشعر أحد أنه فوق القانون مهما تكون العلل والأسباب. سيداتي سادتي، للمدرسة الجزائرية مكانة خاصة وأهمية بالغة عندي، لأنها حسب تصوري أهم فضاء تلقح فيه وترسم وتلقن فيه ملامح جزائر الغد. وبما أنني على اتصال دائم مع أولياء تلاميذ وأساتذة ومعلمين وغيرهم كذلك من المنتمين إلى قطاع التربية والتعليم، بالإضافة إلى نقابيين، أدركت واقتنعت بأنه ما من سبيل للنجاح إلا في العمل المشترك من أجل المدرسة ومن أجل أبنائنا التلاميذ. فلو سلمنا بأن جهدا معتبرا قد بذل، فإن جهدا أكبر منه وأعظم ينتظرنا، يهدف إلى أقلمة المناهج البيداغوجية مع مستلزمات المواطنة والتطورين التقني والمهني. وقد يرى البعض أن ما أقوله بسيط المعنى سهل الوضوح، ولكن أيها السادة والسيدات، إن التكفل الحقيقي بأبنائنا تربية وتكوينا وتعليما ليس بالأمر الهين، ويتوقف عليه وضع الجزائر على خطى الدول الناشئة اقتصاديا وتكنولوجيا. وأغتنم هذه الفرصة كي أشكر أولئك الذين علمونا بكل حب وتفان، علمونا القراءة والكتابة والحساب، وعلمونا أيضا عزة الوطن والعناية به. شكرا. وأغتنم هذه الفرصة السانحة كي أشكر أولئك الذين علمونا بكل حب وتفان القراءة والكتابة والحساب، وعلمونا أيضا عزة الوطن والعناية به والعيش فيه كما يعيش المواطن المثالي. لقد كونوا أجيالا كاملة من النشء الصالح، برهن فيما بعد على قدرات عالية وأداء متميز، وهذه الكفاءات ترفع يوميا تحديات داخل الجزائر وخارجها. إنه لمن العاجل والمهم
ترقية نموذج مدرسي جزائري كما هو الشأن في الأمم الكبيرة في هذا العالم، نموذج يكون فضاء لتلقين المعارف وللتطور المتكامل للشخصية الجزائرية، وجسرا لفهم وتعامل أفضل مع تعقيدات عالم دائم الحركية والتغيير. وبالجملة فإني أقصد مدرسة ذات جذور وأجنحة تمنح لفلذات أكبادنا الوسائل اللازمة التي تعينهم ليصبحوا على ارتباط ودراية بمتطلبات العصر، وأن ينخرطوا ضمن آلية العلم والمعرفة العالميين. لقد كان من الأجدى فتح هذا المشروع الرامي إلى رعاية البرنامج التنموي الوطني بصفة مستمرة لتشرك فيه كل القدرات والإرادات الصالحة كي نقدم مساهماتنا وأفكارنا واقتراحاتنا، لأن مستقبل الجزائر مرتبط أشد ما يكون الارتباط بنوعية التعليم والتكوين الذي نمنحه لأبنائنا. لقد شكلت المدرسة الجزائرية على الدوام انشغالاً بالغ الأهمية بالنسبة لي، ونالت حيزاً هاماً من اهتمامي، لذا رأيت أن تصبح بالتعاون مع كل الخيرين من أبناء وطننا محوراً أساسياً في مسعايا وبرنامجي. سيداتي سادتي، توجه انتقادات عديدة لنظامنا الصحي، فالمواطن ما فتئ يطالب بتكفل صحي نوعي، وهذا من حقه، والعاملون في قطاع الصحة ينادون بالمزيد من الإمكانات والتكوين والتنظيم، وبطبيعة الحال هذا كذلك من حقهم، وهم ينتظرون منا ومن الدولة تقديراً وتجلة وتقييماً أكبر وأفضل لأعمالهم. أما الدولة فإنها ترغب دوماً في أن تترجم الإمكانات الموفرة إلى نتائج أفضل، غير أني أقول آسفاً إنما نرصده حالياً لرفاهية مواطنينا أقل بكثيراً مما تقدمه دول لا تملك ما تملكه الجزائر من قدرات مادية ومالية. علينا إذن تحسين نوعية العلاج وترقية أداء الهياكل الصحية على نوعيها القاعدية والجامعية، ثم علينا كذلك تأمين تكوين نوعي للإطار الطبي وشبه الطبي. ولن نتمكن من تجديد نظامنا الصحي إلا عبر التزام كل العاملين فيه، والذين ينبغي إشراكهم في كل الإصلاحات التي تهدف إلى راحة المرضى الذين من حقهم هم كذلك الحصول على علاج ذي نوعية ممتازة. علينا أيضاً معشر الحضور الكرام، علينا أيضاً أن نقلص اعتمادنا على المستورد من الدواء، وعلينا أن نشجع في المقابل الجزائريين على البحث العلمي في هذا التخصص، وأن نضع يدنا على يد كل من رغب في على يد كل من رغب في الإنتاج أو التحول إليه،
وأن نشجع الشراكة مع الخارج للوصول إلى هذا المبتغى. إن صحة المواطنين وراحتهم لهما من أولويات برنامجي، وأقول آسفاً، إنه وبالرغم مما بذل من مجهودات يتعرض هذا القطاع الحساس إلى عراقيل من كل نوع تضعف من فعاليته. كمواطن جزائري، كواحد منكم يثق كل الثقة في الطاقات الوطنية، أؤمن كما يكون أقوى الإيمان بقدراتها الكبيرة على رفع تحدي النوعية والفعالية. إنها طاقات، الأطباء والصيادلة والممرضين الجزائريين، إنها طاقات تسهم يوميا داخل الجزائر وخارجها في أداء نوعي يتحسن باستمرار. سيداتي سادتي، إن ملايين الجزائريين يشعرون بالتهميش وخيبة الأمل، لأن اقتصادهم الوطني لا يوفر إلا القليل من فرص العمل الدائمة، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤدي إلى حياة من الريب داخل مجتمعنا، وخاصة لدى أولئك الذين يتقدمون لأول مرة من أجل الحصول على فرصة عمل، وغالبيتهم شباب وشابات كان أول مرصى أملهم صدمة، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع لجعل الجزائر بلاد أمل. نعم، بلاد أمل، وهذا أمر ممكن جدا، وهذا أمر ممكن جدا إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية والواعية. إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية والواعية. لقد جلت، نعم لقد جلت في الجزائر خلال العشر سنوات الماضية الأخيرة أكثر من أي وقت مضى في كل أنحاء الجمهورية، وقابلت الكثير من الشباب الحامل للشهادات وغيره، فكلهم، وأنا معجب بهذا، فكلهم من أصحاب المواهب وكلهم حماس، ولكن تألمت وهم يعبرون لي بصفاء قلب يئن أحيانا أخرى بصبر وبخفة روح على خيبة أملهم، لأنهم لم يحصلوا على فرصة في وطنهم تسمح لهم بأن يكونوا مستقلين اقتصاديا ويؤسسوا عائلة. إذن وكما تابعتم مشاهدين، علي بن فليس يعلن رسميا عن دخوله معترك رئاسية سنة 2014 خلال ندوة صحفية التي يعقدها الآن بفندق الهيلتون. وقال بن فليس بعد غياب عن ساحتي السياسية، قال بصريحي العبارة: بدافعي الواجب الوطني أتقدم وأقترح التعاون مع كل الجزائريين لتحقيق مشروع وبرنامج حيوي. لذلك إنه لمن الممكن بناء وتطوير نموذجنا الوطني لمجتمع رصين تغرس فيه قيم الحوار والتشاور والتسامح. هذه القيم التي تنمو وتزدهر على شكل ثقافة نعيشها ونتمتع بتحضرها، وإني على قناعة أن هذه القيم والمبادئ تمثل بالنسبة لمجتمعنا أفضل الآليات لحل الخلافات والمشاكل بين الأفراد والجماعات، كما يجب أن تنظم العلاقات بين الدولة الجزائرية وشركائها السياسيين والسوسيومهنيين. إني أدعو جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، أدعوهم جميعا بدون تهميش ولا إقصاء
إلى المشاركة والمساهمة في استرجاع وإثراء ثقافة الحوار والتشاور. هذا مع علمي أنهم يطالبون الدولة قبل أي شيء آخر بوضع أطر مناسبة قارة ودائمة للتشاور والحوار. لذا فإني ألتزم بجعل التشاور الموسع والإصغاء والحوار الدائم ثوابت عملي ومواقفي في كل وقت. سيداتي سادتي، هل بالإمكان أن نجسد كل هذه المطالب بالاعتماد على جهد الحكومة وحدها؟ أجيبكم سريعا، هذا غير ممكن بتاتا، وذلك بالنظر إلى تجربتنا كجزائريين، وبالنظر كذلك إلى تجارب أمم أخرى أكثر منا تقدما. إذن إن الجزائر بحاجة ماسة وعاجلة لمؤسسات قوية تمثيلية تتشكل وتتمحور حولها حياة بلادنا. نعم، تم استحداث الكثير من المؤسسات منذ ما يقرب من 40 عاما، لكن لم تؤدي دورها على أكمل وجه، ولم تكن بالتالي قادرة على إيجاد الحلول المرضية لمختلف الأزمات التي عرفتها الجزائر. إن تشييد دولة القانون لا هو مسار طويل ومعقد يستلزم مؤسسات قوية ذات مصداقية وكذا احترام القانون في كل المستويات، كما تبنى دولة القانون أيضا اعتمادا على جهود وتسويات وتوافق وتنازلات بين رجال ونساء لديهم حس المسؤولية ويؤمنون باستمرارية وديمومة الدولة وبضرورة تغليب الصالح العام. هكذا تبنى الدول. إن الجزائر لا تستحق أن تخدم بشكل أحسن، وستخدم بشكل أفضل عندما تنادي أبناءها الأكثر إخلاصاً والأكثر نزاهة والأكثر كفاءة والأكثر استماتة من أجلها وفي سبيل فخرها. لن تؤدي مؤسسات الجمهورية مهامها بشكل كامل إذا لم تكن في حالة إصغاء دائم لاهتمامات المجتمع المدني، وخاصة منه الحركة الجمعوية التي يجب دعمها وتشجيعها كي تصبح ممثلاً فاعلاً ومسؤولاً في حياة الأمة. وفي كل الأحوال لا غناً عن دور مؤسسات الدولة لممارسة ديمقراطية سيدة. علينا الخروج سريعاً من أزمة الثقة التي تؤثر سلباً على علاقة الجزائريين بمؤسساتهم، وليس لنا من خيار سواه، لأن هذه المؤسسات هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين. أما العشائرية والمحسوبية والجهوية فإنها كلها ظواهر سلبية لا يمكنها الحفاظ على حقوق المواطنين بشكل دائم. فعلينا إذن مكافحة هذه الظواهر بقوة وحدتنا وبصرامة القانون. وسيجد الجزائريون في شخصي حليفاً مخلصاً لهم في هذا المسعى الحضاري ومناضلاً دؤوباً في هذا المجال. حضرات السادة والسيدات، يطالب الجزائريون ولهم الحق الكامل في ذلك بدولة قانون
يعيشون فيها في كنف السلم والعدالة، وهما شرطان لا يمكن تحقيقهما إلا إذا استنفر كل واحد منا ضد كل أشكال العنف، وبشكل أخص ضد الإرهاب الذي يمثل أول اعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا معروف وهو الحق في الحياة. ويبقى الإرهاب الشكل الأعنف لرفض القانون والنظام، اللذين هما من دون نقاش أو معارضة أهم شرطين لا غنى عنهما لضمان حسن سير الدولة والمجتمع. ولأن الجزائر قد دفعت ثمناً غالياً بشرياً ومادياً لدحر واحدة من أعنف الظواهر في السنوات 25 الأخيرة، فإن الشعب الجزائري واعٍ تمام الوعي بواقع الإرهاب وامتداده الدولي وأسبابه، وبشكل أخص دوافعه الحقيقية. لذا فإن الرد الحاسم لجيشنا الوطني الشعبي ضد الهجوم على موقع تيكنتورين لا هو بمثابة درس لمن يريد معرفة واقع الإجماع الوطني ضد الإرهاب، أو لمن يريد اختبار قدراتنا الدفاعية، أو التشكيك في مستوى تماسك القرار السياسي حيال مسائل الأمن الوطني. لقد قدمت الجزائر الدليل للمجتمع الدولي على أن الإرهاب ظاهرة عابرة للقارات، وبأن الجزائر واحدة من أول ضحاياه، وبأن الإسلام دين التسامح والسلام والرحمة، وبأن الإسلام دين التسامح والسلام والرحمة. لغريب عن هذا العنف الأعمى، واليوم وبعد كل هذه السنين والتضحيات تتقاسم المجموعة الدولية انشغالاتنا وتعترف بخبرتنا في مكافحة الإرهاب. سيداتي سادتي، لقد عاشت بلادنا في السنوات 25 الأخيرة أزمة سياسية وأمنية هزت أسس الدولة وأثرت سلبا على تناسق النسيج الاجتماعي لشعبنا. فحان الوقت، نعم حان الوقت لطي صفحة هذا الماضي الأليم وبشكل نهائي، وحان الوقت كذلك لتضميد جراحنا ثم توجيه سيرنا نحو المستقبل، مستقبل الجزائر، مستقبل كل الجزائريين، مستقبل كل الجزائريات. وضمن هذا الإطار، فإني ألتزم اليوم على ضوء الإجراءات التي اتخذت في حينها للتعامل مع الأزمة من خلال قانون الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، وعلى السهر بأن تتحمل الدولة كامل واجباتها القانونية، وأن تفي الدولة بالتزاماتها، نعم أن تفي الدولة بكل التزاماتها. سأشرع في حوار مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بهدف تعميق هذا المسعى الخير. سأشرع في حوار مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بهدف تعميق هذا المسار الخير بغية إخراج بلدنا وبشكل نهائي من هذه الأزمة التي طال أمدها. كما أني مصمم كذلك، نعم مصمم كذلك، كما أنني مصمم على الوصول إلى حلول تأخذ بعين الاعتبار كل مناحي المآسي والمشاكل الناتجة عن هذه الفترة من تاريخ بلادنا، أقول وأوضح
كل المآسي والمشاكل بدون استثناء، وبطبيعة الحال وبسبب تعقيدات هذه النتائج وحساسيتها، فإن الأمر يستلزم حلولاً تنال توافقاً سياسياً واجتماعياً واسعاً يكرس بقرار سيد من الشعب الجزائري. حضرات السيدات، إذن أهلاً بكم. من يشكل شكلاً من أشكال احترام المواطن ووسيلة فضلى لتقوية هيبة الدولة، ولأني واعي تمام الوعي أن مسيرة الجزائر نحو التقدم والازدهار تمر حتما عبر نظام تربوي وتكويني من شأنه نقل الجزائر إلى العلم والمعرفة، فإني التزم وذلك المتعني المهني والتشاور والحوار، وأنا على بالكفاءة التي تسخر بها بلادنا في هذا المجال، ولأني لا أتصور مشروعا سياسيا دون تأسيس مجتمع الحريات يتبنى أفضل نموذج وأكثره تقدما في مجال الحريات والفردية والجماعية، ولأني مقتنع أنه ليس على الدولة قمع الأفكار، بل على العكس من ذلك، من واجبها وضع الأسباب العملية والقانونية التي تكفل شروط حرية التعبير والرأي على اختلافه، ولن أتوقف عن توسيع مجال الحريات والقضاء على الإقصاء ونكران الآخر من ممارسات الدولة. أريد اليوم التأكيد مرة أخرى بأن المعارضة لوبوزيسيون أريد اليوم التأكيد مرة أخرى بأن المعارضة فاعل أساسي لا غنى عنه في الحياة الديمقراطية، أريد اليوم التأكيد مرة أخرى بأن المعارضة فاعل أساسي لا غنى عنه في الحياة الديمقراطية، وليس هناك من أحد جماعة أو ممثل للدولة يمكنه ادعاء احتكار الوطنية أو تنصيب نفسه كالمؤتمن الوحيد على المصلحة الوطنية. أريد اليوم التأكيد مرة أخرى بأن المعارضة فاعل أساسي لا غنى عنه في الحياة الديمقراطية، وليس هناك من أحد جماعة أو ممثل للدولة يمكنه ادعاء احتكار الوطنية أو تنصيب نفسه كالمؤتمن الوحيد على المصلحة الوطنية. ولأني وخلال كامل مسيرتي السياسية لم أتوقف عن الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء، مقتنعا بأن الدولة لن تكون قوية إلا إذا كانت عادلة. سأجعل من إعادة الاعتبار للعدالة واستقلاليتها خيارا أساسيا ومرجعيا. ولأن مجتمعنا يواجه في الوقت الحالي مشاكل تزداد تعقيدا يوما بعد آخر، أنا مصمم على تشجيع بروز شرعيات جديدة، شرعيات العلم والمعرفة والجدارة وانبثاق قيم العمل والجهد، وقد حان الوقت لتدخل الجزائر طور شرعيات جديدة تمد جسورا مع تلك التي كانت سببا
في تحقيق أمجاد شعبنا وصنع ملحمة كفاحه المستميت من أجل قيم الحرية والكرامة. ولأني أرى كيف يعظم الطموح الشرعي لشبابنا وشاباتنا شيئا فشيئا كي يتحكم في مستقبله بنفسه، أتعهد أمامكم اليوم ومن خلالكم أمام الشعب الجزائري بالعمل دون كلل من أجل إحداث نقلة وتواصل رصين بين الأجيال، لأن الجزائر بلد الشباب، فلا بد من وضع زمام أموره بين أيدي الشباب، وأني كل ثقة في شبابنا. ولأن هذا المشروع الطموح الذي أدعو الجزائريين إلى الالتفاف حوله يحتاج إلى حشد كل القوى وإلى تجنيد كل الطاقات. لا يمكن أن أتقبل أن تطال ممارسة التهميش والإقصاء المرأة الجزائرية التي تمثل قوة لا يمكن الاستغناء عن قدراتها بتاتا في هذا المسعى الذي نخوض فيه في سبيل تطور بلادنا ورقيها. ولأن الرشوة تمثل تهديدا للأمن الوطني وأذية للتماسك الاجتماعي، ولأن سوء التسيير وتبديد المال العام يمثلان خيانة عظمى في حق الشعب، فسأخوض ضد هذه الظاهرة مواجهة لا هودة فيها. إن أخلقة الحياة العمومية لمسلك لا غنى عنه ولا مناص، ومن شأنه تغذية ثقة المواطن تجاه مؤسساته، مسلك سينجر عنه بصفة تلقائية ثقته في كامل أجهزة الدولة. ولأن الجهوية والمحسوبية تمثلان النقيض والنفي القاطع للحق ولقيم الجهد ونكران الذات، فلن أتوقف عن محاربتهما بكل تصميم والتزام. ولأني أؤمن بالقدرات الإبداعية للشعب الجزائري ولأني أؤمن بالقدرات الإبداعية للشعب الجزائري ولروح المبادرة لديه، فإني لن أدخر جهدا كي يكون اقتصاد بلادنا موجها إلى التقليل من تبعيتنا للمحروقات، ومن ثم بناء نموذج اقتصادي من شأنه الانتقال من ذهنية وواقع توزيع الريع إلى اقتصاد منتج للثروة. ولأني أعلم أن من بين أهم غايات وجود الدولة حماية أضعف من في المجتمع، فإني ألتزم بمكافحة الإقصاء، وسأسعى لأن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها دعماً حماية لمواطنين الأكثر حرمانا. أدرك أن لدى الشعب الجزائري مطالب في غاية الشرعية تتمثل بالأساس في المطالبة بحكم راشد يضمن توزيعا أكثر عدلا للثروة الوطنية ويحمي ويقوي التناسق الاجتماعي. ولأني أؤمن مخلصا بأن مواطنين لهم الحق في أداء وخدمة عمومية تتماشى والمعايير الدولية، سأسعى جاهدا للتوفيق ما بين عمل الدولة والإيجابي الأفضل من الفعالية والأداء، فلا شيء يبرر ترك المواطن الجزائري والمواطنة الجزائرية
يواجهان، كل واحد منهما يواجه وحيدا التسيب والبيروقراطية، ويقف المواطن والمواطنة يائسا أمام الرداءة والتخلف وسوء التدبير. ولأني لا أقبل أن يكون إطاراتنا ضحية التهميش، ولأني لا أقبل أن يكون إطاراتنا ضحية التهميش أو أن تتعرض بطريقة غير عادلة إلى متابعات قضائية هي بمثابة الاضطهاد، ولأني لا أتقبل أن يقلل من شأنهم وتقزيم دورهم. أحرص أمامكم اليوم على التأكيد بأني لطالما آمنت بقيمة إطاراتنا ووثقت بهم وبقدراتهم في كل مرة أردت فيها الاعتماد عليهم، ولأنه يربطني بهذه الإطارات حوار صريح ودائم أعلم مدى حماسهم لخدمة الجزائر بكل طاقاتهم. ومن على هذا المنبر أعبر لهم وأعبر لكم عن إرادتي التي لا تلين لمنح الاعتبار لإطاراتنا وحمايتهم، وأؤكد لهم أيضا إرادتي في إقحام الذكاء الجزائري في صيرورة وآلية صنع القرار. لقد حان الوقت نعم كي تعتمد الدولة الجزائرية بشكل أكبر على إطاراتها وتتقوى السلطات العمومية وتنتفع وتستفيد بنور علمهم وخبرتهم وقدراتهم. سيداتي سادتي، لا يفوتني في هذا المقام أن أعبر عن عميق امتناني لعشرات الآلاف من المواطنين في المدن والقرى بمختلف ربوع الوطن، ولكثير غيرهم ممن يمثلون جاليتنا في الخارج، والذين حرصوا جميعا على التعبير عن دعمهم وتشجيعهم لشخصي. كما لا يفوتني أن أثمن مواقف أولئك الذين عبروا عن تضامنهم وتعاطفهم مع ترشيحي عبر الشبكات الاجتماعية في الإنترنت. وما يسرني أيما سرور كون غالبيتهم من الشباب. ومن قال أن شبابنا لا يعي ولا يفهم السياسة فلهم جميعا بالغ الشكر وعميق العرفان. وأود هنا أن أقول لهم بأن موقفهم هذا كان له بالغ الأثر في نفسي، وأعبر لهم أيضا عن قناعتي بأن مسعاهم هذا ما هو إلى صدى قوي للرغبة في التغيير التي تنتاب الشعب الجزائري في غالبيته الساحقة. حضرات السيدات والسادة، سأعرض برنامجي قريبا على الشعب الجزائري ليحكم فيه بكل سيادة وبكل حرية وبكل أريحية. إنه برنامج براغماتي وطموح، وإني لأريده برنامجا جامعا، لأن التحدي الذي سنواجهه معا هو من الكبر إلى درجة أنه يتطلب منا حشد القوى وتوحيد الصفوف، فلا يمكننا تهميش أي نية صادقة ولا إهمال أو تبذير أي طاقة أو إرادة حسنة. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، أدعو الشعب الجزائري إلى حسم هذا التحدي الكبير الذي لا يعدو أن يكون الأهم منذ أن استرجعت الجزائر حريتها. إنه تحدي بالغ الأهمية ومن الصنف الذي
يترك بصماته في مسار الأمم. وفي الأخير فإني أقول للشعب الجزائري بأن تحقيق مشروعي هذا الذي يهدف إلى صنع مستقبل في المستوى الذي يتطلع إليه أبناؤنا بالنظر إلى الإمكانات والقدرات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر، فإن هذا المشروع بحاجة أيما حاجة إلى عزم كل واحد ثم إلى إرادة الجميع ضمن روح ومفهوم التجمع والوحدة والتضامن. وللجميع أقول هيا بنا لنتوحد، هيا بنا لنجعل الأمل ممكنا وغدنا أفضل. وأدعو الشعب الجزائري إلى الثقة في نفسه وفي قدراته كي نحقق معا جميعا يدا في اليد التغيير الحقيقي والمسؤول. أشكركم على كرم الإصغاء وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جهوية كبيرة مدعوة لأن تكون فاعلا أساسيا عندما يتعلق الأمر بموضوعات السلام والأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط، وأن توسع من نشاطها ليس فقط تجاه المغرب العربي الذي يجب التعاون فيه، أيضا العربي طبيعي إفريقيا والجزائر التي لا تتحمل أي مسؤولية في حالة الانسداد التي يعرفها مسار الاتحاد المغاربي. عليها أن تستفيد من وزنها لإعادة تفعيل مسار الاندماج المغاربي لإنجاز تطلعات الشعوب المغاربية ولتحقيق ضرورة استراتيجية، كما أن عليها دعم ومرافقة التجارب والوضعيات الصعبة للتحول السياسي في كل من تونس وليبيا اللتين تنتظران منا نحن الجزائريين دعما صريحا وتضامنا أخويا، كما يمكن لجيراننا الصحراويين الاعتماد على تعاوننا ودعمنا لتنظيم استفتاء تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة حتى تنهي إفريقيا مرحلة تصفية الاستعمار الذي دعت إليه الجزائر منذ إطلالة ثورتها في نوفمبر 54. يجب أن يكون لسياستنا الخارجية دور أكثر فاعلية وأن تكون أكثر حضورا في العالمين العربي والإسلامي بالنظر إلى العلاقات الكثيرة والمتعددة التي تجمعنا بهذه الدول، وهي أسباب تدعونا إلى تفعيل هذا الترابط الطبيعي وتقوية حضورنا والتطلع إلى فرص تعاون جديدة مع هذه البلدان التي من بينها قوى اقتصادية إقليمية ناشئة. كما توفر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المتخصصة بالإضافة إلى المنظمات الجهوية فضاءً واسعاً ومتعدداً للتشاور والحوار والتعاون، يجب استغلالها على أحسن وجه لترقية مصالح بلادنا ولإسماع صوتنا في هذه المحافل. وفي هذا الإطار يقع أحد مناحي دعمنا للشعب الفلسطيني الذي أعلن ذات يوم منذ 25 عام قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى تحول دولي كبير في التمثيل للقضية الفلسطينية، وكان من شأنه رصد صفوف المناظرين الفلسطينيين آنذاك. وليعلم الإخوة الفلسطينيون
أنهم سيجدون عندنا دوما دعما مستمرا لا مشروطا. كما عرف الاتحاد الإفريقي تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والوقاية من الأزمات الإفريقية الداخلية وحلها ضمن إطار الاتحاد الإفريقي، علينا إذن المساهمة في دعم مثل هذه المسارات والعمليات، وعلينا المساهمة في تعزيز الاندماج الاقتصادي لقارتنا. وهل يخفى على أحد أن لدينا مسؤوليات خاصة هي غاية الأهمية، هي غاية في الأهمية تحدها؟ وهل يخفى على أحد أنه لدينا مسؤوليات خاصة هي غاية في الأهمية بحكم موقعنا الجغرافي واتساع رقعة الجزائر التي تحدها بلدان تعيش مرحلة عدم استقرار مثل دول منطقة الساحل التي تحتاج إلى التزام قوي من جانبنا لدعم السلام والاستقرار؟ يجب أن يستند محور سياستنا الإفريقية على العلاقات الثنائية التي يجب أن تشكل حجر الأساس في سياستنا الإفريقية، التي عليها أن تتحول إلى محور بالغ الأهمية في سياستنا الخارجية. تمثل إفريقيا في تصوري البعد العميق الاستراتيجي للجزائر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وعلينا جميعا دولة ومتعاملين اقتصاديين ومجتمع مدني ونخب جامعية استثمار المزيد من الجهد والإمكانات للتعرف على القارة السمراء بشكل أفضل، والمعلوم أن لنا فيها الكثير من الأصدقاء لنضمن للجزائر موقعا متميزا. إن نجاعة سياستنا الخارجية تمر حتما عبر إضفاء المزيد من الاحترافية على آليتنا الدبلوماسية، كما يجب أن تعتمد دبلوماسيتنا على تآزر وتكاتف وتكامل أمننا الوطني مع اقتصاد فعال وحوار مستمر مع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني، كما نحن في حاجة إلى إعلام سمعي بصري خارجي ناجي. وطبيعي أن يرتكز تصورنا لسياستنا الخارجية وأمننا الوطني على مبدأ المساواة في السيادة الوطنية ما بين الدول، وعلى التضامن الدولي واحترام الالتزامات الدولية، وأن جميع هذه الخيارات تشكل عقيدتنا في مجال السياسة الخارجية وأمننا الوطني، وهي بصمة لهويتنا وميزتها، وهي مرتكزة على إجماع وطني ينبغي الحفاظ عليه ودعمه والدفاع عنه ضد التهديدات الأمنية الجديدة على الجزائر وعلى وحدتها الوطنية والترابية. حضرات السيدات الفاضلات، حضرات السادة الأفاضل، أود أمامكم في هذا المقام توجيه رسالة أمل لمن؟ إلى أولئك الذين يعيشون الحرمان، وإلى الذين فقدوا منصب عمل، والآخرين الذين لم يجدوا مورد رزق قط بعد أن جدوا في البحث عنه سنين طويلة. وأوجه كذلك رسالة أمل
إلى الذين يقتاتون بمعاش تقاعد ومنحة لا تكفيهم لتغطية حاجياتهم الأساسية، وأوجه رسالة أمل إلى الذين يقتاتون بمعاش تقاعد أو منحة لا تكفيهم لتغطية حاجياتهم الأساسية، إلى المواطنين المرضى، إلى أولئك الذين يعانون من ويلات الدهر، إليكم جميعا رسالة الأمل هذه في جزائر، في جزائر موحدة ومتضامنة. إني ألتزم أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري ببذل كل ما في وسعي، إني ألتزم أمام الله وأمام الشعب الجزائري ببذل كل ما في وسعي للعناية بمشاكل الجزائريين التي أعرفها وأعرف دوافعها، كما أعرف آمال الشعب الجزائري ومخاوفه. إني ألتزم بقول الحقيقة للجزائريين، وعلى عدم توزيع وعود واهية، فزمن الرجل المعجز قد ولى، ولا يمكن لأحد إني ألتزم بقول الحقيقة للجزائريين، وعلى عدم توزيع وعود واهية، فزمن الرجل المعجز قد ولى، ولا يمكن لأحد أن يعيد بتحقيق المعجزات. لكني في المقابل أدعو المواطنين إلى جهد جماعي والأمل معا في المستقبل، كي يفخر الجزائري والجزائرية من جديد بجزائريتهما. أدعو الجزائريين والجزائريات إلى التشارك في حل المشاكل التي تنغص حياة المواطنين الذين يطالبون ملحين، ولهم الحق في ذلك، بمزيد من العدل والعدالة، ويطالبون بالعمل وبتعليم نوعي لأبنائهم، وحماية اجتماعية وصحية جيدة، وبمؤسسات قوية ذات مصداقية. سيداتي سادتي، إني وريث روح التضحية ووريث الكد والعمل والاستماتة وحب بذل الجهد، ولي ثقة مطلقة في العمل الذي لا يكل، بل إني أحب المثابرة والجدية، إنها القيم والمبادئ التي رافقتني طوال حياتي وكانت الموجهة لي في قولي وفي عملي، ولن يوجه أي من قراراتي سوى المصلحة العليا للوطن، ولن تكون قراراتي ديماغوجية أو انتهازية أو مبنية على المحسوبية، ستكون المصلحة العليا للجزائر غلافا صلبا أصدر فيه قراراتي، لأني لم أكن يوما وبكل بساطة وصراحة من أنصار تقسيم الجزائريين إلى عدو وصديق. إن أعدائي هم أعداء الشعب الجزائري قاطبة، إن أعدائي هم أعداء الشعب الجزائري قاطبة. البطالة والفقر والظلم، ويا لها من ظواهر شريرة، إنها تحرم المرأة من أعز ما يملك،
كرامته. إن من الحكمة الرشيدة ترك التاريخ يقيم أعمالنا، إن من الحكمة الرشيدة ترك التاريخ يقيم أعمالنا ويزكي أو يلفظ تصرفاتنا وإنجازاتنا، لأن الحكم على أداء وأفعال الرجال ليس بالأمر الهين إطلاقاً، بما أنه قد يكون مشوباً بالخطأ أو ملوثاً بداء الذاتية الذي لا يكاد يفارق أحداً منا. وليس لي من عدو إلى الرشوة التي تضعف مجتمعنا ومؤسساته وتلحق الأذى بالقانون ثم لا تلبث أن تحل مكانه لتقلب بعدها سلم القيم وترمي بعيداً أي أمل في بناء دولة العدل والقانون الضامن الوحيد لتساوي الحقوق ما بين المواطنين.